فكري فكري نسيا ماما يو بابا كلنا فكري فكري نسيا ماما يو بابا كلنا فكري فكري. أعزائي المشاهدين مشاهدي فضاء جنوب السماء في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مرافات. سؤال في هذه الحلقة نناقش قضية مهمة جدا ومرور عام على أحداث 15 ديسمبر، وفي هذه الحلقة سنناقشه برؤية شبابية بحتة. لذلك سعداء يكون معنا في الاستوديو اليوم أستاذ أبراهام مريا كالبينو، المدير العام لصحيفة الموقف. أهلا ومرحبا في ملفات. شكرا جزيلا. وأيضا سعداء جدا أن يكون ضيف علينا لأول مرة إزاي حكيم قرن ناشط سياسي. يا أهلا ومرحبا في ملفات. يا مرحبا بك استاذ مليك. نعم. وايضا سعداء ان يكون معنا سيد دينغ ميوم منيان الباحث والاكاديمي. اهلا ومرحبا بك في ملفات. اهلا ومرحبا. نعم. بدايه انا برحب بكم وبنترحم على كل ارواح الشهداء الذين سقطوا منذ 15 ديسمبر حتى الان، وبالخص يعني الكلام ده بأسر الضحايا الأبرياء اللي ما عندهم علاقة لا بالجيش ولا بالصراع السياسي ولا بأي صراع. بنرحم على أرواحهم كلهم وبنقول يا رب إن شاء الله تكون دي آخر الأحزان. بعد مرور سنة يا أستاذ أبراهام، يعني عام على مرور أحداث 15 ديسمبر، برأيك وأنت صحفي، ما هي الدروس والعبر اللي إحنا يعني لقيناه برؤيتين، برؤيتك صحفي برؤيتك كشاب؟ بدينا برؤيتك كشاب. شكرا لك استاذ مجاك، وشكرا لمشاهدين تلفزيون جنوب السودان، نقول لهم كل سنه وانتم طيبين وقبلهم على اعياد الكريسماس. نامل ان الكريسماس السنه ده يكون اي دبل بالنسبه لنا. السنه اللي فاتت ما هي كريسماس جنوب السودان، كان كريسماس شهد احداث نرجع نتكلم عنها الليله. دروس في تقدير دروس ضخم شديد وكلها سلبية. أهم أدرس إنه الحرب ما مفيدة للناس، والحرب ما بتودي للناس قدام، بالعكس بيحصل خسائر، خسائر بشرية، وفي موت كبير زي ما شفناه في السودان السنة الفاتت. الموت اللي حصل شاهدناه في جوبا السنة الفاتت في وقت زي الوقت اللي كنا قاعدين نتكلم فيه يوم الليلة، كان موت فظيع، فقدنا فيه عشرات آلاف من الناس، اتشردت أسر، في ناس ما عارفين مغايرين، وناس في ناس خلوا مدارس، ناس بيقوا في معسكرات اليونيميس، والموت لسه مستمر. الغاية إذا كان سلطة فالانتخابات سنة 2015 خاشين فيه وما في كلام تنافس في الانتخابات. لذلك النتيجة كانت نتيجة كارثية بكل تأكيد، وما بزول بيقدر بيقول انه الاحداث ورجع لورا لسنه 2013 السيناريو اللي حصل هسه ما بزول كان بيقوله بتاتا. فدروس كلها دروس مهم، نعمل اللي نستفيد منه انه الخيار المسلح ما مفيد في صراع سياسي. لان الابرياء ناس يموتوا، يعني بنتكلم انه في 2015 الخلاف كان خلاف داخل المكتب السياسي التابع للحزب الحركه الشعبيه بتاع السودان، والناس اجتمعوا جنب التلفزيون هنا في نياكورنت، ومن المفارقات انه الناس اللي اجتمعوا من يوم 8 من يوم ليوم 14 سنه 2014 والقام اختلفوا وللسبب حرب باسمهم، الناس اللي كانوا مجتمعين كل ما وزن واحد مات فيهم، لكن الناس اللي برا مش ماتوا. فالدرس انه ما عملنا واندفعنا ورا صراعات سياسيين بنجي نموت كمواطنين. نعم. لكن الناس اللي بتصور في الحاجه ما بزول مات، يعني ما بزول واحد في مكتب سياسي مات. نعم. اذا يا استاذ، اذا يعني اذا وقفتنا في النقطتين، انه يا اخي المتسببين في الاحداث زي ما نقولوا او الذين غادوا التمرد ضد الحكومه الشرعيه، بالاضافه للمهرجين الاخرون على قول صحفي كندي، انه ما في زول فيهم اللي لهم حاجه. والشيء الثاني انه يا اخي اذا كان الغايه انك تصل للانتخابات فانت ما وصلت للانتخابات. برايك هل من دروس اخرى؟ في المقام الاول بنشكرك استاذ مجاك ومشاهد فضائي جنوب السودان
نقول لك كل سنة وانت طيب. الشيء الثاني بنعزي الأسر اللي فقدت أبنائها وأولادها في الحرب الأيام اللي فاتت، نترحم على أرواح بتاعت الشهداء. حقيقة ده صانحة بالنسبة لنا كشباب مهمة إن نخط رأينا في الحاجات الماشية بشكل واضح دون انحياز. الحرب الفات دفعنا تمن كشباب في مقام الأول، لأن الوقود اللي بيستخدم في الحرب هم الشباب. من العبر اللي جيناه في الحرب ده إنه بقانا للقبائل وإثنيات ورجانا لأغالي، دي حاجة مؤسفة جدا، وده بياخد مننا وقت عشان نصل لكتلة واحدة في جنوب السودان ويكون عنده هدف واحد ومشترك. ده بتاخد مننا وقت كبير. الشيء اللي دار أخوض وأناقش فوقه زي ما زميل أبراهام اتطرق عليه إنه المعركة كان بدأ داخل الحركة، وفعلا إنه النقاش السياسي هي اللي ولدت المعركة دي. لكن بالنسبة لنا كشاب داخل إسفلام الحاجة دي ما حقت يوم 15. تصنيفنا للكادر داخل الإسفلام بترجع من انشقاق بتاعت 91. عندنا نص ناصرين داخل الحركة وعندهم توجه بدعم ومعروف لدي الكل، ناقشنا من كنا في جامعات السودانية لحد ما جينا جنوب السودان عندهم رؤية بطرحوه ودينا إسفلام. الناس دي فكرة بدعم ما جديد بالنسبة لنا، ما أول مرة يقتلوا الشعب بتاع جنوب السودان، دي ما أول مرة بالنسبة لي. كرروا المعسالة اللي مر الأول في 91، تاني تكررت في 15. سو المعركة ودين إسفلام عندها مسببات بتاعها وعندها التاريخ بتاعها معروف لدى الكل. الناس اللي عندها أفكار إنه تدمر الجنوب لسه ماشية بنفس الأفكار اللي عندها. لما الناس اتكلمت عن ترشح داخل الإسفلام هي دي بادرة صحية إنه يكون في حاجة اسمه ديمقراطية ودين إسفلام. دي ما بيجيب سلاح، جربناه في 2008 حصل شد وجذب، في النهاية نزلنا الكرة وطا عشان جنوب السودان واستقرينا. لكن اللعنة لسه ماشي ورانا. يعني بعيدا عن السردم كثير، يعني الدرس اللي انتوا وعيتوه جل بالنسبة لنا ودين إسفلام، الدرس اللي أخذناه إنه نحن ما قلنا نواجه حاجات وبنناقشها بشكل مستفيد. يعني مرات نحن بنجامل، إذا نقاشات ناقصة ناقصة، نحن بنجامل البعض أكثر وبنرأي لحاجات ما بتخدم مصلحة الحزب. نحن بنرى لحاجات تانية اللي بتودينا لمرحلة ما كويسة. لكن مفروض في الحزب نكون حاسمين في حاجاتنا. أستاذ ديم، يعني حكيم يتناول يعني في النقطة إنه يا أخي ده قديم متجدد، يعني ده صراع قديم متجدد، ولكن الباحثين كتبوا كلام كثير جدا. يعني برأيك يعني النقطة الممكن يعني يبدأ فيها رحلة البحث الأكاديمي حول يعني الصراع في جنوب السودان اللي كل مرة قاعد ياخذ طابع سياسي؟ نشكرك يا أستاذ. أول حاجة أنا عايز أعتذر لشعبنا من حيث الموقف الأكاديمي والكادر المثقف الجنوبي. يعني نحن ما قدرنا يعني نتمسك بالوعد اللي قلناه في سنة 1983. إحنا اتمردنا كفئة مثقفة عشان نحقق أحلام بتاعت شعبنا. نحن كنا شايفين ناس مظلومين، ولكن بعد مرور الزمن وللأسف شديد بعد ما استغلينا شعبنا والشعب استغلنا من الحكومة الجبهة الإسلامية في الشمال، كان ما في زول متصور إنه يوم من أيام ناس الغادوا حرب الاستغلال يغادوا حرب تاني ما عنده هدف، حرب ما في زول فيه يطلع فيه كسبان. وكمان في ناس انا شايفينه كانوا رمز الامل للمستقبل، ولكن للاسف شديد
وبقى جزء من المأساة تاع الشعب الجنوبي. فمن هذه المنظور أنا بالتزر نيابة عن في المثقف الجنوبي لشعبنا العربية أقول لكم أنا متعصبين جدا، وكان المفروض نعمل حاجة أحسن من كده. ندخل للموضوع، فالأستاذ حكيم قال حاجة مهم جدا إنه بادر النقاش في داخل صفوف الحركة الشعبية هي صالحة جدا، ولكن من منظوري الشخصي أنا بشوف إنه ما في حاجة كده الواحد ممكن يقعد في بيته براو كشخص واحد ويغرر إن أنا هلمت أمباري أنا عايز أكون رئيس ونطلع برا ونخلي الناس يمشي ويضربوا بعض، فحاجة دي ما ممكن تسأل. لكن كانوا في ناس فينا في الحركة الشعبية عندهم أحلام ويقصى إنه يا جماعة هنا يوم من الأيام هنمسكوا بلد ده بالبساطة أو بالقوة، ولكن هسه الواقع حاجة تانية هي المؤشرات indicators. It become confident to us إذا جالس التعبير إنه في دولة جنوب السودان دولة جديدة ما ممكن أن تقوم شخص أو أشخاص بانقلاب أو يأخذوا سلطة من الشرعية بطريقة غير طريقة تانية other than the election and vote. ولكن يظل يعني يظل السؤال غايم يعني يعني النقطة اللي ممكن يرتكز عليها البحث للمراحل القادمة، لأنه كتاب كتار كتبوا عن تاريخ النضال العقلية السياسية في جنوب السودان، ولكن الآن بعد الأحداث يعني هنالك حاجة إنه الناس تجيب في 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 حتة مهمة جدا إنه خصوصية المجتمعات في جنوب السودان، يعني المجتمعات في جنوب السودان بتمتاز بأنه ممكن يعني تسير المجتمع بنعرة موصلية صغيرة جدا ممكن تبدأ تعيير كبير جدا. أليس هذا النقطة ممكن الناس يبحثوا فيه كثير؟ مهم جدا النقطة، والنقطة دي أساسا هي إن في شغل أنا شغال فيه حس ده، وهي حاجة بسيط مركز على إنه the impact of the ethnicity on the governance. حاجة يعني حاجة اسمه الناس بيقولوا قبلية، أثر بتاع القبلية على نظام الحكم، وده قبيلة دي صغيرة وكبير ناس كتار متعلمين ما متعلمين أثر بتاعته شنو لنظام بتاع الحكم في البلد، وعلاقته شنو بحاجة اسمه الديمقراطية. أساسا دي نقطة مهمة جدا، وأنا بتمنى إنه الباحثين يشوفوا إنه أثر بتاعت القبيلية والقبيلة أس عنصر بتاعت المجتمع، وأوسع هو الثقافة والحضارة بتاعنا أثر شنو على النظام الجديد اللي عايزين نقوم به. كمان حاجة مهمة جدا هو الفلسفة بتاعت عناصر الركيزة في الأحزاب السياسية، يعني بالبساطة كده أنا عايز أقول فكرة بتاع المؤثر اللي هو ideology بتاع the party اللي هو SPLM or other parties what is the ideology. الاختلاف لازم يكون على أساس بتاع الثقافة الفلسفة السياسية، ما يكون على أساس قبل وما يكون على أساس شخصي إنه يا أخي أنت بقيت رئيس ولا بقيت رئيس حزب 3 سنين ما عديني فرصة نكون رئيس، مفروض أنت تقول لنا إن أنا عندي برنامج تاني مختلف عن برنامج بتاعتك. نعم. إذا أستاذ أبراهيم يعني لو رجعنا لك يعني وأخذنا معنا من صدقين إنه خصوصية المجتمع في جنوب السودان مهمة جدا والتأثير القبلي كويس كان كبير جدا، ولكن مع الأسف يعني انه التاثير حتى على الفئه المثقفه اللي الناس بيعملوا فيهم انهم يعني ممكن يكونوا رواد للتغيير. الملاحظ انه من احداث 15 ديسمبر حتى الان هنالك نقاشات عظيمه جدا ما بتودي لقدام كويس، يعني اججت الوضع زياده. الا تعتبر انه يا اخي ده اثر على على على, على دور المثقف كويس كعنصر لحل؟ اثنين كويس المثقفين دول عباره من يعني 5% منهم يعني هم شباب يعني هم شباب
برايك انت كشاب كصحفي وصحافه شابه ذاتها يعني تعليق على الكلام ده، هل تتفق ام تختلف؟ لا والله يا اخي الحدث اللي شهدته دولة جنوب السودان وصار صار فعلا كانت صدمة كبيرة بالنسبة للأجيال الثانية. أستاذ كيف بيتكلم بشوية كان بيتكلم عن أحداث سنة 1990 معظم الأجيال الممكن يتم تصنيفه الآن باعتبارهم شباب سنة 1990 كانوا أطفال، بالتالي تأثير هذا الأحداث تاع سنة 1990 بالنسبة لهم كان قصص. ودار أقول لك إنه الأطفال المولودين الآن سنة 2014 2015 ديل بعد 20 سنة لو ما في أحداث ثانية كبيرة حصلت في النص، لو جيت وتكلمت لك أنه منه كان في أحداث سنة 2015 وكذا ما بيشيلوا لك بجدية، يعني زول السيما ما زي زول الشاعر. دار أقول لك إنه مجموعة الشباب الموجودين في جنوب السودان حاليا ال هم في المثقف اللي قاعد يتكلم عنهم ديل ديل وقع لهم صدمة كبيرة، وصدمة جاد لأنه العواقب اللي حصلت بعد الأحداث موت بمستوى كبير خالص بتاع الناس بتاع المواطنين أبرياء، قتل على أساس إذنه، كل هذه العوامل يعني خلى الناس في على صدمة، والناس بعدها بيجا بتبحث في في التفسيرات للموت ده للأحداث شنو. طبيعيا كل ما يكون في حدث بصورة ده أزول يعني بلقى أقرب تفسيرات للأحداث إنه هو بكون الاستهداف على أساس إذنه أو على أساس دينه غالبا كده كويس. والعصر اللي أنا قاعدين فيه ده أو سلمجاب ما زي عصر تاني حرب البارد زمان كويس. الدول هسي في العالم كله بيقى بتتشكل بالقوميات بين ناس بيتكلموا لغة فلانية بين ناس متحدين من قومية فلانية. جنوب السودان نفسه يعني انفصل لأنه في إحساس بتاع الاتحاد بتاع مجموعة عندها ثقافة عربية إسلامية كده الحسن. الجيل الجا هو جيل بتاع المثقفين ذاته الجول بيجوا موجودين في جنوب السودان عارفين سو كان إنه مدرك أو ما يعني حاسين إحساس عادي إنه العوامل الإثنية والعوامل الثقافية والصفة العامة بيقود التشكلات بتاع المجتمعات بيقود المعارك وبيقود لتابية عسكرية نفسه. فالكادة اللي كانوا اختلفوا وتسموا في الموت الحصري في السودان قاموا بنوا الشغل السياسي على هذه الأساس على هذه الأساس وفي ظل الخوف الكبير لانه مثلا انا لو لقوني مثلا انا قبلتي في العنيه وانا قتلوني وانا لقوني قبلتي في العنيه قتلوني في زول بينضم لمؤسسه الحكومه بيكوز خايف انه لو مشى المؤسسه الثانيه قتله حتى لو مثقف، وفي زول بينضم لمعسكر بتاع تمرد مسلم بحساس انه انا لو فضلت مؤسسه الحكومه بتفسير الاسم الموجود برضه هيقتلوني. طيب لكن في النهايه الحاجات دي كلها شنو؟ دل انا قاعد ارجل صدمه نفسيه كبيره. نعم. يعني قبل ما نشوف الصدمه النفسيه يعني لو 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 لو, لو وسبنا بكلامك اللي انت قاعد تقوله ده، ولكن الملاحظ انه المعسكرين يعني في تنوع كبير جدا يعني حتى المعسكر التمرد في عناصر يعني من 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 اسئله اخرى يعني يعني انت اذا حتسمي انت ممكن يعني حتسمي لادوغوري وحتسمي ديو في التمرد حتسمي مش ده الحاجه اللي احنا المفروض نبني عليها. وانا افتكر انا واحد من الناس قاعد اختلف في النظر بتاع انه يا اخي الاجتماعات في مواقع اجتماعات عديده في فيسبوك وين يعني بتلقى في ناس متطرفين لما نشوفه مثلا زول زي دولينو يتمرد يعني كده يعني رد فعله بيختلف من رد فعل مثلا بتاع اي زول ثاني مثلا مشى كزول من السنين تاع انور مثلا. انا شايف انه العوامل بتاع شخصيات بسيطه انه انور في الحكومه في دينكا في تمرد لانه الكلام المتستر بيقول انه حرب بتاع دينكا وانور كده كويس. العوامل الناس اللي قدروا تتبادل تمشي هناك انا في رايي يمكن ان يشكلوا نقطه بتاع عمل جديد يوم من الايام للتكوين دوله منسجمه
فيها وحده وطنيه حقيقيه ما بين الجنوبين انفسهم. ده بالنسبه للمستقبل حاجه مهمه. نعم. اذا يعني استاذ ازاي يعني استاذ ابراهيم ساغني اللي اخذت لنقطه مهمه جدا هي يعني مساله التلغين. يعني التلغين اذا بقى سلبي كويس اثاره سلبي جدا على الاجيال الاخرى. يعني ما زال واحد زين راسخ في 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 رسائل الناس يعني بس اللي مساله التلغين القصه كويس روايه القصه فهمه يعني فهمه واحد زين يعني هي نقطه اذا تم كويس يعني تجاوزه في الفترات اللي فاتت بشكل جدي لما تكرر الحدث في 2013. انا عاوز اقول حاجه انه تاريخ 91 في ناس حضروا جمع جيلنا وعانوا بما فيه الكفايه. في ناس انه سمعوا عن احداث 91 بالذات معظم الناس اللي قام في الشمال ما بيعرفين حاجه عن 91 بيحكوا لهم انك جدك اعلان اتقتل جدك يتحرك عمك حصل له كده فالحاجات دي كان بتجي انت بتحس انه انت فقدت زول بتسال زول اللي فقدوه عشان شنو؟ ده زول اللي هنا ذاك كان طفل ما عنده وعي. بس زول اللي كان فاهم انه المساله دي كانت لا حسب الكلام هم كان بيقولوا بيسويه سنة سياسي انه نحن في 1 2 3 4 في الديمقراطيه وحاجات الكثيره المعروفه لدينا الكل. دي ما كان سبب الاساسي حاطينه كستار. لكن حقيقه النصراء كان حول السلطه. من يقود الحركه؟ ده في 91 وفي وقايع سياسيه لأي كادر سياسي مدرب أخذ تربية سياسية جيد يعرف بالضبط حصل شو. في ناس أخذوه من باب بتاع إثنية إنه يا أخي الفيديو الفيتوري ده الأم إثنية بتاع الدينكا بقول ديكتوريون والطلع في الناصر بقول ديكتوريا ده الإثنية محدد اسمه نويا. في ناس يستخدموا الحاجة ده كتولز إنه الصراع ما بين الدينكا ونويا كان ما صح. الصراع ما كان بين الدينكا ونويا. في ناس فكرت إنه ترجعوا ثورة لورا ودي حقيقة. يعني رجعتنا ودفعتنا الثمن كحركة شعبية لتحرير السودان رجعتنا 30 خطوة لورا من شقاقة 91 ما قلنا ناخده من باب بتاع الإثنية تمام. لما نتكلم عنه في 2014 دي ما نفسها 91 91 اللي حصل كان بشكل تاني أحداث 15 بشكل تاني مختلف تماما. يعني نحن نشهد عيان لشيء حصل. نعم. لو خلاف سياسي داخل الحزب انه اليات بيعالجوا بيهم. نعم. انت ما ترتكز في قبيله وتقول يا اخي اجبروني على كده. نعم. عندك صوت حق توجه انه حصل يا اخوانا ما بين قبيلتين علام. انت كادر سياسي انه قدر لده البغوط التمرد انه قدر يقنع الناس انه يا اخي اللي تحصل له ما عنده علاقه باثنين محدد. لازم تودي ناس الحقائق. لما انه ندس رمالنا نخط رؤوسنا تحت الرمال ما بتكون هنا معنا. الشيء الثاني اللي انا داير اقول انه احنا كشباب دورنا في كلام نشمه في التربيه. انه في ناس كانوا في مناطق محرره عندها تربيه خاصه. في ناس كانت في مناطق تحت اداره نظام الخرطوم حينذاك هو مؤتمر وطني مسيطر على جزء من جنوب السودان. في ناس ما مشت ما لا مشوا مناطق محرره لا مشوا خرطوم. ده عندهم تربيه خاصه بين. في جزء من شباب يتربوا في شمال السودان. نعم. مشوا لاسباب بتاعت حرب نزحوا هناك. الوعي لما اكتملت ويتكونت في الشباب الاثنين الثلاث الجروبات والاربع جروبات في يعني رؤيه للجنوب بشكل مختلف. في زول بينظر لقضيه مساله بتاعت اكل العيش. وفي شباب كتار واجهونا منهم الناس الطرف واحد زين كنا بنجادلهم يعني انه السبب شنو؟ ورونا المغزى من الكلام. الحاجات دي ده ماشيه معنا كشعب بتاع جنوب السودان بالذات كفئه شبابيه لا تاثير ما يتنسى. في ناس يوم من الايام بنظرتنا احنا لهم كخونا. لما جينا جنوب لقيناهم قاعده بتاعيننا وبيتكلموا بطريق يعني ما مقبوله. نعم. نحن بنقول جنوب للجنوبيين. نعم. اذا يعني في النقطه دي يعني كان في تحول كويس جدا اذا 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 الاوضاع تغيرت انه يعني من مجموعتين لمجموعه واحده من مفهومين لمفهوم واحد. ما كان ده كان ظاهره صحيحه ولكن هناك زي ما بقول يا اخي خلف الاكل ما ايمن اللي انا بقوله استاذ مجاك انه نحن ما بندي مجموعتين كحجم لانه الطرح بتاعه كان شنو؟ نعم. الطرح بتاع الحركه الشعبيه لتحرير السودان انه كانت في حاجه اسمها نيو سودان فيجن. اللي كان بيطرحوا رياض مشاري شنو؟ بيقول داير استغلال
بتجنب السودان من طرف واحد زي مشي خرطوم موقع اتفاق وادو حق طغر المصير. هل نجحت فوقه؟ الاطروحه كان بيقدم شنو بالنسبه للشعب؟ نعم بتاع جنوب السودان لانه كان مركز على جنوب السودان. نعم اطروحه بتاعت حركه شعبيه لتحرير السودان. نعم عمد السودان ككل. نعم لانه كان في خلاف بتاع رؤى. اذا نحن وصلنا الى 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 الى, إلى ما بعد 15 ديسمبر على على انه لا بد من الوقوف يعني في نقطه جديده والبدايه بخطوات جاده تجاه السلام. وهذا ما ما ده الملاحظ يعني في الشارع العام في السودان وعاوز السلام باي ثمن كويس. وده ده الملاحظ في 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 في, في الغوء السياسيه وده الملاحظ في في منظمات المجتمع المدني وفي بالنسبه للاكاديميين وحتى بالنسبه للمواطن البسيط اللي ما عنده علاقه بالسياسه. لذلك يعني الخطوه اللي احنا مضطرين نمشي عليها هي خطوه البحث عن السلام ولو البحث عن الخطوات الاولى لعمليه التنميه. لكن انا بقول يا استاذ دين لانه يعني كيف ممكن نبني يعني اليه فعاله يعني تخدم التعافي الاجتماعي كويس في 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 جنوب السودان. هذا التعافي الاجتماعي يجب ان يبنى على 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 معلومات حقيقيه على واقع علمي مدروس كويس يخاطب القضاء الحقيقيه. يتجاوز السؤال ده بعد ما نمشي فاصل. اذا زي ما نمشي فاصل نواصل حوارنا ماضي هنا خلصنا. مشاهد فضاء جنوب السودان مشاهد برنامج ملفات لهذا الأسبوع وسعداء في هذه الحلقة أن نناقش مع مجموعة من الشباب الدروس العبر لأحداث 15 ديسمبر ودور رأي للشباب في المرحلة القادمة. لذلك نرحب للمرة الثانية بالأستاذ أبراهام مريا كالبينو المدير العام لصحيفة الموقف. مرحبا بك للمرة الثانية. نعم أستاذ أبراهام. وأيضا أستاذ إزايا حكيم قرن أهلا مرحبا بك للمرة الثانية. نعم. وايضا الاستاذ دينغ مينيان اكاديمي وباحث اهلا ومرحبا بكم مره ثانيه. اهلا. نعم انا حقيف عندك يعني دينغ قبل ما نمشي فاصل كنا قاعد نسال عن كيف يمكن ان نخلق اليه فعاله يعني للتعافي الاجتماعي في جنوب السودان. هذه الاليه يعني تخاطب المشاكل الحقيقيه باساليب علميه مدروسه يعني يمكن ان يعني يفيد الانسان البسيط في جنوب السودان قبل الباحثين والطلاب العلم. شكرا مره ثانيه. اول حاجه ناخذ مثال بسيط من المجتمع بتاعنا. احنا كجنوبيين وقبائلنا المختلفه احنا لما نحل مشاكلنا عندنا طرق معين بنطبقها. الاول حاجه المفروض تحصل انه نقبل الواقع وهي انه احنا عملنا غلط وشاكلنا وسببنا فتنة في المجتمع ودي حصل فوق ناس ماتوا بالالاف. دي حقيقة. نقبل الحقيقة الأول حاجة. second to this احنا نشوف لنا زول حاكم عادل في المجتمع. وزول لما نقول زول حاكم وعادل دي زول اساسا فاهم القصة بدا من وين وواقفة وين حصل. فالعالية اللي هم يتكلموا فوق دي عالية بتاع المساهلة العامة بين الناس بين القبائل والأشخاص لازم تكون عالية فهم القصة وعادل وما عنده أجندة تاني. دي هو عالية اللي عايزين زول يكون أو أشخاص معينين من جنوب السودان من قبائل مختلفة وما عندهم أجندة خفية. زول ممكن يقول لو استاذ ما جاك عمل غلط يقول له استاذ انت غلطان
بيعرف بسكر انت عملت غلط ولازم تتصل للناس ونبدا من جديد. يقول للرئيس ويقول للرياض ويقول لاي زول. حاجه ثانيه لازم يقول ومهم جدا الاستاذ ازايا قالوا مرتين، هو انه العلاقه بين الحاضر والماضي والواقع. احنا احنا لو عايزين لسه ما وصلنا للمستقبل، لكن احنا لو عايزين نكون شعب واحد ودوله واحده، اول حاجه احنا عايزين نعمل نغفر، ولما نقول يعني سامحنا ننسى الموضوع. احنا لو انا عملت غلط فور اكزامبل وكل يوم نجيك في البيت وتقرر لي هنا انت والله في سنوات زين قتلت ناس، نعمل اقل حاجه تقول لي وقت زين انت زاد عملت جريمه، نقول لك انت غلطان تقول لي انت عملت وقت زين. احنا كده بنقفل الباب قدام ناس. انا عايز اقول انه بدايه الحقيقه يكون واضح، يقول يا اخي احنا عملنا غلط نخد حاجه ده في السايد ونبدا من جديد. احنا فور اكزامبل في حاجه كويس حصل في سنه 2004 في اختلاف شهير جدا في يي، كان قالوا انه في اختلاف بين الرئيس اللي هو الشيرمان اللي الدكتور جونغا وديوبتي هنا زاك هو جنرال سالفا كيما يادي، ناس اتكلموا فوقه وفي ناس دخلوا في نص ناس حكومه وقدروا يحسوا الموضوع يكون حاجه بسيطه، وقالوا نمشي رومبيك نقولوا نهلوا قضية، وناس فاضل رومبيك قعدوا وهلوا قضية واخر حاجه اتفقنا انه عندنا استغلال جنوب السودان. حتى لو بلاسف شديد فقدنا راجل عظيم اللي هو مؤسس الحركه الشعبيه، لكن في النهايه على الاقل احنا كنا بنبكي وفي النهايه بنفرح انه اقل حاجه اللي لقيناه انه عندنا دوله بتاعنا. مره في ديسمبر 15 ناس ديل فقدناهم، العامل اللي كان في النص في 2004 الجماعه ديل اختفوا، وده السبب الاساسي اللي جابنا في لنا فوق هسه، لان لو كان في جماعه محايدين في النص كان بيقدر بيجيبوا الطرف بتاع الدكتور رياض مشار والطرف بتاع الحكومه مع بعض يقولوا يا اخي لو ما مشينا رومبيك مره ده واي دونت وي جو تو بانجاك في السلام، بدل ما نمشي بانجاك بمشاكل ولا نمشي كوجيب ولا اول ولا نمشي ميبي في يي ما البارد نتونس فوق ونهلوا مشاكل جماعه ديل بقى ما فيشين. وساجي زايا قال في ناس في النص جارين ولا مساله معينه، فالجماعه ديل طبعا نحن ما نشكرهم في نتمنى يكون في حلقه خاصه نتكلم فوقه عن الناس رجال النص الماشين الماشين وجايين ما جايين بسبب لنا مشاكل. فانا عايز اقول انه العاليه اللي احنا عايزينه القضيه ده بتحل من داخل، احنا لنا جنوبيين عارفين البوجانا شنو. فإذا قلنا مثلا عايزين الحاجة اللي ما قلناها قبل في البداية، المفروض واحد من الدروس اللي عرفناه إنه مشاكل بتاعنا ده ورانا منيع أو صديق جيراننا الحقيقي، ومنيع أو زول بتاع مسألة من دول المجاورنا. فنحن كمان دي حاجة درس عرفناه، ونحن لسه صغار لسه ما بقينا دولة كبير، عرفنا منين نتعامل معه في المستقبل. فأنا عايز أقول للناس اللي بيفكروا في يجيبوا حل بتاع القضية يكونوا في 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 they should think behind their mind that we are looking for real solution and the solution is coming from inside. It is us who will bring the solution. نبدأ ببداية نقبل إنه إذا أستاذ مجاك عمل غلط وقبلناه ويجي فينا ما نذكره بالحاجة الكعب اللي عمله يعني لكن غير بخطأ بتاعه بعدك نتقبل به. نعم يعني لو قلنا في النقطة بتاعتي الحركة الشعبية يعني أثبت إنه يعني من الحركات اللي وضعت تاريخ يعني مشرف جدا، لأنه الحركة الشعبية هي الحركة الوحيدة اللي 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 عندها آليات بتاعت حل مش مش مشاكل داخل وزين. يعني الخلافات داخل الحركة الشعبية ما وفد من 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 83 يعني على حد الخلافات ما وفد، ولكن كان هنالك حلول لهذه الخلافات، لأن هذه الخلافات كانت يعني خلافات يعني فقط في 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 آراء في رؤى، ولكن الخلاف بتاع 91 وخلافة 2013 ده أكبر من رؤى يا هادم. دي 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 النقطة لابد إنه إنتوا كباحثين تقفوا وإلا حتقوا في خطأ تاريخي كبير. ما أساسا أستاذ إحنا لما نبحث القصة أنت بتشوف في something called the عوامل المساعد
ليش على النار ذاته وما هو عمل شيء والإنجنيس مهندسين بسارة قصة دينا اسمه 1991 كان معروف إنه باش مهندس إيطورياك ما شاء ما باش مهندس لما أقول أجاب 2013 منو يا مهندس هو In my own opinion, I believe that Mohandas is a former Secretary General of the party. He's the man who went to the SSTV and said, "Well, I and as well I'm facile, he lost the vision. Now, he's a different engineer. So when you look on this issue, you have to study. And I'm sorry for that, but let's go look for this, sir." بمفهوم مختلف تماما ان 2000 من 1991 نعم وفي في جزء من الاسفي الام المايد مرده قبل كده نعم ولا كانوا في عنيانيا 2 ولا كانوا في عنيانيا 3 ولا كانوا في 1991 لكن ظهروا في 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 2013 نعم يعني يا استاذ حكيم يعني استاذ تنجران لحاجات خلينا يعني كده خلينا نجيب في 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 مساله التعافي الاجتماعي حتى الدولة يعني وضعت واحدة يعني التعافي الاجتماعي واحدة من 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 أولوياتها وكونت لها لجان يعني وهذه اللجان يعني نحن لو قلنا كنا فاصل تقدر أتكلم عن عن رجال النص ولا شامل في النص يعني أنت ما ممكن يعني تقول أنت ممكن تضبط مجتمع يعني في حرية إنه أي زول يكون جسم بعدين يعني ما اقول كل الناس بيصير على 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 الروا كل ذول عنده يعني بيمشي ورا حاجه ده ورا مصلحته ولكن المصلحه الحقيقيه مصلحه البحث عن السلام برايك على ماذا يمكن ان يعني يرتكز اوكي استاذ ديني طرخ وزي ما قلت خشف عمق عمق السياسي واللي فيه جدل عميق انه الخلاف والمهندس في الاحداث الاخيره بالضبط ما حنشير الأشخاص بعينه لكن بنتكلم عن المؤسسة المؤسسة هي اللي بتحاسب وفقا للوايا والقوانين حقتها عشان نجي انه السلام ودل حوجتنا كجنوبيين بنجي ليه وكيف لازم نفرش ما بين الحزب والدولة خلاف داخل الحزب ما بيعني انه ندمر حاجة اسمه الدولة اسمه جنوب السودان ده خلافنا كثير ما جزء من رفاقنا وشباب ابن جيلي بالذات في ناس بينظروا للجنوب من باب انه دي دكان لزول بياخد الدير وبيمشي محل ما مشي فوق ده خلاف حد في نقاشاتنا بنناقش الحاجات بشكل مستقيم ايفن في حته شجره اسمها تيمشوك بنناقش فيه والكلام ده بنتطرق للتوبيك وبنناقش انه في شنو غلط في حاجه اسمه الاس في ما فيش غلط في حاجه اسمه جنوب السودان عشان نجي انه يكون في وحده في البلد ده دار نقد ذاتي أستاذ تطرق على لوجي بين إنه هنا ما نذكر حاجات الفاتت وميبي تخلق الجاب كبير ما بيننا الزول لما الغلط ده لو ما قبلت بغلطتك ودخلناك في الكوم هتكرر نفس الغلط تاني لازم تعمل نقد ذاتي لنفسك إنه ليه تعملته ليه تغربوه إنه ده غلط لو ما أغرينا بالأخطاء ده نعمله ما هتكون في وحدة في حاجة اسمه جنوب السودان لأنه المرحلة مشينا فيه وحسة وصلنا للتكتلات وناسف جدا انه جزء من القاده السياسيه هم اللي بيوردون المساره دي. نعم. الناس اللي كانوا بيعينوهم وزراء لاحظوا في نياكورن بيحصل احتفال كبير ولدنا الوزير نحن قبيله تايلان بنحتفل بيه ده كلام ما مقبول. الجابه الزول ده ما قبيله. حزب المعني هو اللي اختاره. لكن جينا خلطنا القوالب بناخذ بيه حاجات نعم الطعمه دي مشت. طيب في سؤال بديهي بيطرح نفسه هنا يعني. طيب كيف الحزب قبل انه الحاجات دي تمر مرور السلام اذا كان انه 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 يعني قاعد يحمه يعني تماسك الحزب وعدم تشدد ده بيرجع لحاجه واحد وبيرجع لتربيه تنظيميه في ضوابط بتضبط ناس انه لو نحن فعلا مشبعين من افكار بتغيرنا نحن كحزب ما بنمشي نشوف انه مجتمع الاعلاني ضغطت ناس نموذج كانوا الموضوع بتاع اراضي مجتمع بتاع باري ضغط الناس انه ما بيوزع اراضي اللاند بلونج تو كوميونتي ولا هي رضعنا للحاجه دي الحاجه ده بتتحكم بقانون ما بمزاجات انه نازل كتار ممكن يشكلونا خطر في جوبا النازل والله ممكن يحددونا في دائرتنا نرضى خليهم نقول جبنا ولا تيلان في محل اعلان
لو بنلاحظ في تعيين في معظم المناصب بتلقى يعني زول كبير. انا سؤالي ما زال غايم لا قدر الله. يعني استاذ حكيم معلش سؤالي ما زال غايم, يعني ليه تنظيم يعني سمح انه 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 يا اخي المجتمع يعني يغود السياسه يعني. فجواب للسؤال ده بشكل امثل برايك يعني انا أوكي. مش الجواب ده عشان انت طيب في رأي لكن برايك انا ما اخذ رايي نعم. انا كشاب عندي منظور وكحزب عندها منظور نعم. حزب عندها مؤسساته بتناقش فيها الحاجات ده نعم. لكن انا كشاب وبرايي انه اللي تحصل ده نعم. من باب نظري شيء ما سليم انه نتقبل المجتمع تضغط على الناس ونجيب ابنهم بيمثلنا, حاجه دي ما مقبوله. نعم احنا محتاجين لمجتمع لكن المجتمع ما فوق للحزب, الحزب فوق للمجتمع ده. بنجي نطرح افكار بتاعنا قبلوا الافكار بينضموا للحزب كافراد ما كانوا جماعات, لانه لاحظنا كثير في افواج انه بتنضم وده اللي جابوا لنا مشكله ودينا اسفين. نعم اذا نحن رجعنا لموضوعنا يعني الموضوع استاذ ابراهيم يعني كل مره قاعد يتشابه, لكن لو قفنا في مساله يعني المتحدثين دائما اقصد المثقفين دائما يتحدثوا انه عن تجارب رواندا تجربة جنوب افريقيا في مساله التصالح والتعافي الاجتماعي, ولكن يعني هذه التجارب يعني قد تختلف مع تجربتنا في جنوب السودان. يعني هذه الاختلافات يعني على كم انت ممكن تكتب؟ والله شكرا لك. ده ركز على كلام المصالح. اول حاجه الحديث عن المصالح قبل توقيت هذا السلام ما عنده معنى, فبدليل انه نحن حكومه كونت لجان تاع المصالحه وكان في صلوات تتعمل في صاله تفريدهم هول جفوا ومطران بهدف انه الناس تعمل مصالحه, وفي ناس قاعدين في يونيمس في واحد المخيمات تاع امم المتحده وتسع مخيمات في جنوب السودان كله تقدر تتكلم عن مصالحه في جنوب السودان الناس توصل للسلام, يعني اجراء سليم عمل توقيت اتفاق السلام. بعد ما توقع اتفاق السلام الناس ديل السلام اصلا ما بيمشي ما انه يكون ما في طاقه مصالحه ما في طاقه مفرغ. انا متاكد ان الجنوبيين رغم مراره الحدث الاحداث اللي كان شاهدناها في جوبا وفي كل مناطق جنوب السودان هم قادرين يخلقوا مصالحه. عندنا عليه كبير خالص يعني ما بضروره نمشي في النماذج بتاعت رواندا والنماذج بتاعت صادف افريقا في محاكم تجزور كانت تعمل في المناطق دي, لكن ما ضروره نمشي في النماذج ذات. كان في عاليه جميل تكون, لكن للاسف شديد يعني الطريقه تم توجيه هذه طاقه تم توجيه في 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 طريقه غلط في رايي الشخصي. في نايا جانج ليدرز كوميونيتي وفيها برضو في مجتمع تاع نوار إلدس you know المجتمع الاثنين دل كويس الناس عيا كبار عيا المنطقة تاع جيان أو كبار عيا جيان يمكن نسميه كده كبار عيا نوار إذا موجودين في ثقافة تاع قبيلتين دل ودل الناس المعنيين حاليا بمصالحة يعني على الأقل المستوى الأول بعدك بيجي المستويات الثانية. النازل لو طلعوا من الباب التسييس وده ما يبقى واجهة الحكومة وده ما يبقى واجهة التمرد ونظروا لأنفسهم كالناس ومين دارين مصلحة الشعب تجمع السودان وقالوا كان بيتم العملية ده ممكن يكون عليها قوية شديد. يعني أنا كنت بتكلم مع واحد من الناس القاعدين في جوبا هنا في جنجل داس أنا قلت له يا أخي تو بدل ما تكون واجهة بتاع سياسة مثلا للحكومة أو للتمرد لو قعدتوا في نص وفتشتوا كبار عيان بتاع النور وقعدتوا معهم وتشوفوا أنه الكلام ده وتشجعوا لأنه سلام يجي وبعد ما يجي سلام تشوفوا أنه المشاكل اللي زي زمان في مجتمعات يتم كيف كويس في امكان انا اديت مقترح قلت له يا اخي في امكان انه انتم بجسمكم ده تكلموا كل مجتمع تجين في كل انحاء السودان انه كل زول مثلا اذا كان الديه بتفع
بيبقر عندكم مناي رمزية أجبر كل راس أسرة أو كل زول يجيب بقر واحد وشو نرى يملي شنو تجمع الحاجة دي كله مناي رمزية تبادلوا احتفال كبير في جو في سلام بعد ما تمتوا احتفال سلام. أنا متأكد ممكن يكون نموذج يتحدث عن الناس نماذج نتكلم عنها في رواندا في وفي وفي ساوث أفريقيا. ولكن 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 النقطة المهمة يعني أنا حوجه لك السؤال ده كونك انت رجل اكاديمي. النقطه المهمه في الحاجه دي انه يعني جنوب السودان اختزل الصراع كله في اثنين وربطوا التعافي كمان في جنوب السودان بقبيلتين مقابل اكثر من 662 ثاني. نعم ده واحد من النقطه مفترض الناس تقف عندها بشكل واضح. الشيء الثاني وهو مهم جدا انه يا اخي في ناس قاعدين تاخذوا التعافي الاجتماعي والتعافي الاجتماعي ده يعني برأي البعض إنه يعني الآن هو مهم جدا لعدد الصغر برأيك هل هم على حق ولا غلطانين؟ أول حاجة أنا عايز أقول حاجة بسيطة. أنا شوية كده بيختلف مع الأستاذ أبراهام لما تقول لي قال في حاجة اسمه جين ليدرز أو جين كونسل إلدرز ولا نيويورك إلدرز ولا باريا إلدرز. When you form this group automatically you are being defined. فأساسا نحن لما نقول عايزين نتكلم عن السلام أنا بتمنى يوم أقوم كده مع صباح ويقول لي قال في إلدرز كونسل فوق نوير وباري وباكا وأي زول ناس بتاع السلام ما 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 جروب معين يعني ناس عامل مشترك عامل مشترك بينهم سلام وبس. لكن لما تقول له جين automatically I'm from جين too. So when you say جين automatically انت you are carrying the interest of this group whether it's Jieng or Nuer or Baka or Baria. You are carrying something inside you that attach to where you belong to. فأنا عايز أقول إنه مفروض يكون في مجموع وأنا متأكد ده تحصل يوم من أيام أيسر ناس جنوبيين عندهم رؤية واحد وأنا عايزين الجماعة ديل 64 قبيلة يكونوا نيشن واحد يقولوا في سلام ويندون برينسيبل. يعني أستاذ دينا لسه يعني سؤالي غايم يعني هل الناس اللي بيقول إنه يا أخي بداية التعافي الاجتماعي الآن والخطوة اللي عملتها الحكومة إنها بدأت في مسألة التعافي الاجتماعي قبال التوقيع على اتفاق السلام هم كانوا على حق لأنهم التعافي الاجتماعي ما بيجي إلا لو أنت بديت في مسألة عدد الصغر هل هم على حق لأنه الآن نحن في رحلة البحث عن إعادة الصغر ثم بعد ذلك تعالى أي أعمل الآليات التعافي الاجتماعي في ذلك إذا هل تعاوز عن محاكم رمزية ديات الخطوات الثانية. Yes أنا I agree with them لحاجة بسيط جدا يعني مثلا أنتوا عايز تقول عايزين نجيب السلام كلام ده عايز إحنا نقبله بعد أول حاجة This is إعادة الصغر دي معناه وأنا أقبلك وإذا تقبلني تقول لي يا أخي نحن ممكن نبدأ ثاني ممكن نشتغل سوا لازم الطرفين يقبلوا بعض إنه الناس اللي كانوا في أسفيا لما يقول لي يا أخي نحن ممكن نرجع في أسفيا مع بعض ولازم يخشوا في المؤتمر الوطني يقول نحن عايزين نخشوا مؤتمر الوطني مع بعض والحزب الجوي ومنو كل جماعة يقبلوا بعض وبعدين نكونوا كوم إحنا الأسفيا لا نجي نعمل بتاعنا بجوا هنا لكن الأهم حاجة أنا عايز أقوله ونرجع ليوم 13 يوم 14 في نيوكورن كانوا في قصص قاعدين وجابوا فوق بني بيزات وكانوا قاعدين هنا بتاع ناس سبيريشال ماستر كانوا قاعدين هنا رجال بتاع الكونجور بعربي البسيط they were there وقبل ما مشكلة تبدأ البيشوب بتاع الكنيسة الإسقوفية والكنيسة الكاثوليكية صلوا لربنا ونادوا الله سبحانه وتعالى يغفر لنا ويجيب قلوبنا يكون باردة والسياسيين يهلوا البلد بسلام نعم لكن نعم هذا ما يستخدم فما ممكن تيجي تقول لنا عليه ده بعدين في نهاية يجيب لنا رجال الدين ومشايخ وجماعات لازم يكون ناس عندهم فيجن اوف بيس نعم اذا يعني انا فهمت من كلامك انت يعني انه لابد انه الآلية دي تكون آلية يعني آلية حقيقية بتخاطب القضايا نعم أستاذ أبراهام يعني أستاذ إزايا أستاذ دين يعني الموضوع ده كبير جدا ولكن إحنا زمننا برنامج فات
وانا ماشي لخواتيم الحلقه يعني لو 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 بدنا بيك استاذ مرحوم يعني في نهايه الحلقه يعني هل يعني بترى انه الشباب لعبوا الدور المنوط به كويس في 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 الفترات الفاتت دي يعني في تخفيف اثار يعني الـ 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 الاحداث يعني في في محل كناشط كاكاديمي يعني كصحفي علما انه كل المجالات اغلب المجالات في في جنوب السودان يعني ماسكينه شباب بما في ذلك الاعلام يعني. والله يا اخي الشباب ذاته بقدر ما انه قاعدين في مهالات متفرقه هم الادوات الرئيسيه اللي بيقودوا حرب يعني المواجهه المباشره دي مواجهه الشباب الناس اللي بيشاكلوا في كل ميادين القتال في كل انحاء جنوب السودان هم الشباب هم اللي حصل لهم تابعه بيدوا في الجيش سواء في طرف الحكومه او طرف المتمردين ودل دل الشباب الشباب شغال في كل قطاعات مختلفه كل زول شغال حسب مجهود بتاعه وحسب التأثير ووعي وقدرة بتاعه للوصول للمعلومات الحقيقية كويس الزول كل ما يوصل له يعني صيغة بتاعته انه يكون فاهم شيء بصورة كويسة بيتخذ قرار كويس اغلب الشباب بتاعنا الملوزة بتاعتي اغلب الشباب بتاعنا هم انطباعيين يعني الناس ما بتالي زول يوصل للمصدر تاع معلومه بصورته الحقيقيه نعم. كويس ولذلك هسه بتشوف انه مع مرور السنه على الاحداث العالم كله بيتكلم عنه لكن جوا في جوبا في كل مناطق جنوب السودان يعني ما في ابحاث ما في كلام كثير ممكن يوري الحقيقه انه حاصل في نزاته نعم. يعني انا بتخيل انه لو كان الكلام اللي حصل ده مسند وحصل في اوروبا ما انه في اي زي ما بيحصل في اوروبا بيحصل في اوروبا ولا في اي منطقه ثانيه كويس زي جنوب افريقيا او حتى في كينيا بيرجع كان كل الاعضاء اللي كانوا في مجلس التحرير كانوا طلبوا كتب كان الفوا مجموعه الكتب كله يشرحوا فيه انه الكلام الحاصل يوم 15 ديسمبر كان شنو؟ نعم نعم استاذ يعني ازايا تشويه تشوهت الحقيقه غاد برضو الى الى نقاشات عظيمه كويس يعني الشباب بيقولوا تاهين على راي البعض ده ما راينا برايك تتفق ام تختلف؟ يا ويلي